السلام عليكم، مرحبا بكم أصدقائي. نتمنى تكونوا بخير وبصحة مزيانة. الفيديو هذا اليوم غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت اللي مزيانة، سواء جمال البشرة أو جمال الشعر. بقوا معايا باش نشوفوا هاد المشتريات. أول حاجة خديتها وهي واحد الكولية صغيرة، خديتها من لا مارك اغومازون من نت. اغومازون خاصكم اذا كان عندكم اشتراك معهم مره مره تتوصلوا بدي برومو تخفيضات، وبعض المرات يكون بانه يلفتوا واحد الحد في المشتريات، تيكون عندكم الارسال تيكون عندكم مجانا. أول حاجة خديتها من أغومازون وهي خديتها هي الألويفيرا، جيل الألويفيرا. جيل الألويفيرا طبيعي بدون كيماويات، تياخد لي واحد المدة طويلة تنستعملو، سواء بالنسبة للشعر فاش تنغسلو شعرنا ممكن نعملوا ليه الويفيرا بعد الحمام وندفروه، تيخرج الشعر ناعم وتيحافظ على الشعر من الجفاف وتيغذي. جيل الويفيرا الطبيعي بدون كيماويات، غادي نخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف. خديت ايضا زيت لافوكا. زيت لافوكا زيت طبيعية مفيدة سواء للشعر أو حتى البشرة، ومزيانة أيضا بالنسبة لليسيرن، اللي عنده ليسيرن تنوضعه تقريبا بالنسبة لتحت العين، تنوضعه قبل النوم فاش تنقيو الوجه، ممكن فاش تنمسحو الوجه بجل ألويفيرا ممكن نعملو زيت لافوكا بالنسبة للناس اللي عندهم البشرة حساسة، ولا اللي عندهم البشرة تأذت بزاف بحب شباب. فزيت لافوكا مفيد جدا لجمال بشرة الوجه أو حتى لتغذية بشرة الجسم، ومفيد لبشرة الوجه تحت العين، تعطي نتيجة زوينة. وممكن نستعمله ايضا بعد الحمام للشعر، لكم الاختيار، لانها زيت مغذيه. خدينا ايضا خديت ايضا زيت الخروع. زيت الخروع ما تنستغناش عليه لانه مفيد، فيه فوائد كثيرة 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 بزاف. هو زيت بيو، كي تشوفوا هنايا مكتوب بيو. زيت الخروع ويل فيجيتال ريسان، مفيد سواء بالنسبة للشعر المتضرر، مزيان بالنسبة للشفار، ممكن نعملوه للشفار، ممكن نعملوه للحجبان بالنسبة للناس اللي بغاو يكون عندهم الحجبان كتار، ممكن نعملوه بالنسبة للضفار بالنسبة للناس اللي تيتهرسوا لهم ضفارهم، أو بالنسبة للناس اللي عندهم علاجات كيماوية ممكن يعملوا زيت الخروع لفروة الرأس، وأيضا للأظافر وللحواجب والشفار أيضا، وين ضروري يكون زيت الخروع بيو. هذا الزيت ما تنستغناوش عليها لان فيها فوائد كثيره كثيره لجمال البشره، جمال الشعر والاظافر ايضا. اغومازون ايضا تيعطيو واحد الكتيب صغير فيه جميع المعلومات عن المنتوجات ديالهم، وتيشرحوا فيها طريقة الاستعمال، فيها دي روسات وصفات، كتيب فيه معلومات زوينة زوينة بزاف.
غادي نشارك معكم ايضا مشتريات خديتها من لابارا فارماسي، لانني في المنطقه اللي ساكنه فيها ما تلقاش فيها هاد المنتوجات. داكشي باش نمشي لابارا فارماسي ديال اوشون، عندي هنايا ديال اوشون، تناخذ منها شحال من حاجه، تنستغل الفرصه وتناخذ منها شحال من حاجه، لان بالنسبه لي عندها اثمنه ناقصه بالنسبه للفارماسي. لابارافارماسي تتكون اثمنه ديالها هابطه شويه. الاشياء اللي خديت من لابارافارماسي، خديت البيكربونات دو صوديوم. بيكربونات دو صوديوم عندها استعمالات كثيره، من بينها ممكن نستعملوها مع مواد اخرى باش نعملو معجون اسنان طبيعي. ممكن نستعملوها ايضا كمزيل للعرق بدون كيماويات. هي طريقه سهله وبسيطه، لكن من الافضل نتفاداو اليوم اللي قمنا فيه بازاله الشعر، سينو غادي تتوقع حساسيه في ديك المنطقه. عنده استعمالات كثيرة، من بينها أيضا بالنسبة للناس اللي عندهم قشرة الشعر، ممكن يغسلوا به شعرهم لإزالة القشرة ويشوفوا واش غادي توافقهم. خديت أيضا هذا كريمة للوجه من لمارك فيليدا، تنظن ماركة ألمانية. تعجبني هذه الماركة لأن ما فيهاش مواد كيماويه بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه، او بالنسبه للناس اللي تيخافوا من المواد الكيماويه. كي تتعرفوا بان هاد المواد التجميل اللي فيها كيماويات فتتقوم تنتج عندها عليها بزاف المشاكل كاضطراب الهرمونات. هاد لامارك ما تستعملش المواد الكيماويه. هذيك كريم دو جو بور لو فيزاج، كريمه للوجه اللي نستعملوها في اليوم، تتقوم بحمايه الوجه وفي نفس الوقت هي مزيانه بالنسبه تتعطي الشباب لبشره الوجه. للاسف هي كريمه زوينه لكن الكميه قليله صغيره. زوين الشكل ديالها، زوين، عجبني فيه الرمان. هذه ماركة ثقة، تناخذ من عندهم شحال من حاجة. ممكن نستعملوا مرة هاد الكريمة وفي الشهر الجاي ممكن نستعملوا كريمة أخرى باش نبدلو. خديت ايضا معجون اسنان بدون كيماويات، ممكن نعطيه حتى الاطفال لانه ما فيش كيماويات، ما تخافوش على اطفالكم منه. هاد لا مارك تتقول لكم بانها ما تستعملش الكيماويات، اذا ممكن تعطيه الاطفال. ممكن بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل مع الكيماويات او الناس اللي فتره علاج ممكن يستعملوا هذا النوع من المعجون. خديت ايضا اودوروز مال ورد، بالنسبه لي ضروري ضروري ضروري، ممكن نستغناو على جميع المواد وتنحتفظ فقط بماء الورد قبل النوم. ترشوه على الوجه وتمسحوا بفوطه صغيره وتنحسوا بأن البشرة مرتاحة. وممكن تستعملوها أيضا في الصباح فاش تتفيقوا من النعاس، وترشوا على الوجه كذلك وتمسحوا بفوطة، لأنه تعطي واحد الراحة للبشرة، واحد الإشراقة إلى داومتوا عليه. من الأفضل يكون ماء الورد الطبيعي ماشي اللي مخلط بمواد أخرى.
من هاد البوتيك ماريانو خديت هاد الجل للوجه. جل للوجه مكتوب عليه ايدغاتون بيبي، بالنسبة للناس اللي تيبحثوا على باش تكون عندهم واحد البون مين البشرة الوجه باش يبان الوجه ديالهم مشرق، ممكن ياخذوا هاد الجل لا مارك كلينيك، هو بغادي لبشرة الوجه وفي نفس الوقت يعطي واحد الإشراقة زوينة. خديت أيضا هاد أحمر شفاه، أحمر الشفاه الرقم 258، تعطي واحد اللون زوين للفم، لون وردي، تيجي زوين بالنسبة للبنات اللي عندهم بشرة بيضاء أو حتى للسمراوات، تيجيهم زوين وما باينش بزاف كي تشوفوا اللون ديالو غزال بزاف، تيجي زوين وطبيعي في نفس الوقت، ما معيقش، تيجي زوين بزاف. والشكل ديالو ذهبي صغير زوين، تنظن بأنه مبقى عندي والو. وصلنا لنهاية الفيديو، تنشكر الناس اللي تشجعوني في هذا القناة، تنشكر أصدقاء القناة اللي كانوا معنا من البداية، وتنشكروا أيضا الأصدقاء الجدد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. بالنسبة للناس اللي بغاو وصفات طبيعية لتقوية الشعر أو لتغذيته ولا حتى البشرة جمال البشرة، ممكن تخليوه ليا في ميساج في أسفل الفيديو، ممكن نعملو فيديو، ما كاين حتى مشكل. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، ونقول لكم مع السلامة إلى مرة أخرى إن شاء الله، في أمان الله.